صباح الخير دكتور. جزاك الله خير. هلا دكتور. دكتور اعذرني، اليوم ما راح اقدر اكون، يعني افتح مايكي كثير وهيك. ماشي، ما في مشكلة. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، اليوم إن شاء الله احنا رايحين نتابع في الوحدة الثانية، واللي بتحكي عن اللي هو معالج النصوص الوورد. معالج النصوص الوورد، زي ما انتم عارفين، حتى احنا نقدر نفتح معالج النصوص الوورد بنروح على الستارت منيو اللي هي قائمة الإبدأ، ومنها بنختار جميع البرامج، ومنها بنختار المايكروسوفت أوفيس، ومن مايكروسوفت أوفيس بنختار اللي هو الوورد، وبنفتح عندنا صفحة وورد. زي ما احنا شايفين قدامنا هون، في عندنا اللي هو صفحة وورد. صفحة الوورد هاي حمزة سامعني؟ معك يا دكتور، بس المايك كان مسكر. طيب، الآن السلايد اللي قدامك مبينة، اللي هي الوورد، مستند الوورد. حمزة، طيب، نتابع محاضرتنا. الآن في عندنا
وصلنا اللي هو المرة اللي فاتت لعند اللي هو كيفية تحديد حرف أو كلمة أو جملة أو فقرة أو أنه نحدد المستند كامل. الآن إذا بدنا نحدد كلمة داخل المستند رايحين نحط الكرسر على اللي هو الكلمة نفسها ورايحين ننقر بالماوس على الكلمة نفسها رايح يتم اللي هو تحديد هاي الكلمة زي ما احنا شايفين هون تم تحديد الكلمة اللي احنا كنا حاطين عليها المؤشر. الآن إذا بدنا نحدد سطر كامل بنحط اللي هو المؤشر على اليمين تبع السطر. لاحظوا عندنا اللي حطيناه على اليمين أو على اليسار راح يتغير اللي هو شكل الكيرسر. أوكي شكل المؤشر. الآن مجرد ما حطيناه بنضغط مرة واحدة على اللي هو البداية السطر وبتم اللي هو تحديد السطر أو بتم تحديد اللي هو الكلمة أو الفقرة. الآن إذا بدنا نحدد الفقرة كاملة نفس الإشي بنضغط 3 مرات متتالية على اللي هو الفقرة بتم تحديد الفقرة كاملة. إذا بدنا نحدد المحتوى كامل اللي موجود داخل اللي هو داخل المستند بإمكاننا إحنا من اللي هو الإديت من الإديت بنختار اللي هو تحديد الكل بإمكاننا اللي هو تحديد الكل. الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو بعد ما إحنا عرفنا شلون نحدد الكلمة أو السطر أو نحدد إحنا النص كامل راح يصير في عندنا اللي هي عملية حذف حرف أو كلمة أو جملة أو فقرة. طبعاً لحذف كلمة واحدة إحنا بإمكاننا نأشر عليها ومن التأشير عليها بنضغط على اللي هو اختيار النص بعدين نضغط باليمين ومن اليمين راح تظهر عندنا قائمة منسدلة منها بنختار اللي هي كلمة. طبعا في عندنا كت في عندنا لقطع في عندنا نسخ في عندنا لصق هاي كلها اللي هي الخيارات اللي ممكن احنا نستخدمها للكلمة. برضو نفس الاشي اذا استخدمنا مثلا اللي هو الفقرة كاملة نفس الخيارات راح تكون عندنا اللي هي كت والكوبي والبيست اللي هي القطع او النسخ او اللصق. من خلالها هاي احنا بنقدر نسوي اي عملية من العمليات اللي احنا بدنا اياها سواء على الكلمة او على اللي هو الفقرة او على النص كامل. الان اذا بدنا ننقل كلمة من مكان الى اخر بعد ما احنا نحددها لنفترض انه بدنا نوديها لبداية النص اللي موجود عندنا بنأشر عليها بنضغط بالماوس بي على اليسار. لاحظوا عندنا اللي هو المكان اللي قاعد بتنتقل به الى بداية النص بتنتقل التعليقات الى بداية النص من حيث الكلمة الى المكان اللي احنا حددنا لها. الان اذا بدنا نرجعها محلها نفس الاشي بنسحبها وبنفلتها في المكان اللي بدنا اياه نحطه بيها. يعني هاي هي بعض التمارين البسيطة اللي انت بتقدر تسويها وتكون تحترف بيها في عملية اللي هي النقل الافلات في عملية اللي هو السحب او الافلات في عملية النسخ في عملية اللصق كلها بنسوي نص بسيط زي هذا وبنطبق عليه اللي هو الأشياء اللي إحنا قاعدين بنعطيك إياها. إذا حتى إحنا نحذف الحرف أو الكلمة بنفس الإجراءات اللي إحنا علمناك إياها في بداية
هاي المحاضرة. الآن السحب والإفلات زي ما ورجيتكم، سواء أنت بدك تسحب أو تسحب كلمة أو أكثر من كلمة بنأشر عليها. إذا بدنا نسحب مثلا على سبيل المثال سطر كامل لموقع آخر بنأشره، بعد ما نأشره بنحدد الموقع اللي بدنا نسحبه ونغير الموقع عليه. لنفترض إن بدنا نحطه في بداية الفقرة، كل ما هنالك نضغط باليسار ونحدد المكان اللي بدنا ننقل به السطر هذا وبنفلت به اللي هو السطر. لاحظوا عندنا تم تحريكه من آخر الفقرة إلى بداية الفقرة، من آخر الفقرة إلى بداية الفقرة. بننتقل لموضوع جديد الآن اللي هو استخدام أمر البحث. أمر البحث، أمر البحث طبعا في عندنا اللي هو موجود بالهوم بيج. من الهوم بيج بنروح على اللي هو على الطرف اللي أقصى اليمين، في عندنا فايند، في عندنا ريبليس، وفي عندنا السيلكت. هاي بالإديتينج، فبنروح على اللي هو الإيجاد. إحنا بدنا نبحث الآن وبنضغط على السهم البسيط اللي هو فايند. الآن لاحظوا عندنا بظهر عندنا ليف جديدة، ورقة جديدة، هي الورقة مكتوب فيها find replace go to. الفايند بدنا اللي هو find what، البحث عن ماذا. لنفترض إن بدنا نبحث عن كلمة ميز داخل هذا النص، ميز. الآن بعد ما نحدد شو الكلمة اللي بدنا نبحث عنها نكبس على اللي هو find next. find next، فنضغط عليها رايح يورجينا اللي هو الأماكن الداخل المستند اللي موجود فيها كلمة اللي هو الميز. هاي لقانا واحد هون، بعدين find next لاقي اللي بعديها، فوجدنا اللي بعديها مباشرة. الآن لنفترض إن بدنا إحنا اللي هو إن نجد كلمة، والكلمة هاي نستبدلها في كلمة أخرى. الآن كل ما هنالك بنقول له اللي هو نضغط على replace. إذا هون الكلمة اللي إحنا لقيناها أو دورنا عليها اللي هي الميزة، هون رايحين نحط اللي هو الكلمة اللي بدنا إياها نستبدلها بيها. فبنحط الكلمة، لنفترض إنه بدنا طرح، بدنا نحول الميزة إلى طرح، الميزة إلى طرح. طبعا بنحدد المكان اللي بده يبدأ به البحث، لنفترض إنه بداية النص، بداية الفقرات، وبنقول له find next. لاحظ أننا لا راح يسوي عملية اللي هو find next، بيسوي لها عملية إيجاد. حدد لنا إياهن. الآن عملية اللي هو الريبليس، انت اي كلمه بدك اياها حد تغيرها بتغيرها مباشره. اضغط على كلمه اللي هو استبدال، رايح يسوي لنا عمليه اللي هو استبدال، رايح يسوي لنا عمليه اللي هو استبدال، غير لنا اللي هو الميزه بالطرح، ميزه بالطرح. الان find next، yes اللي هو البحث من بداية النص. الآن لقانا كمان كلمة الميزة. الآن بدنا إياه يسوي لنا عملية الريبليس، بنسوي له اللي هي مرة واحدة. الآن مباشرة بروح لك على الكلمة اللي بعديها الميزة، وبدك تغيرها أو ما بدكش تغيرها أنت حر، بتحدد الخيار اللي بدك إياه. الآن في عندنا خيار أفضل، إذا بدك تحول كل الكلمات اللي موجودة داخل النص من ميزة إلى طرح، تضغط أو بتكبس على الخيار المتوسط هذا اللي هو replace all، اللي هو استبدال الكل، رايح يستبدل لك جميع الكلمات الميزة باللي هي كلمة الطرح، بكلمة
الطرح. طيب، هاي اللي هي البحث وإيجاد والاستبدال للكلمات داخل النص اللي موجودة عندنا. الآن ننتقل لموضوع جديد. الموضوع الجديد رايح يسولف لنا عن اللي هو التنسيق، تغيير حجم وأنواع الخطوط. تنسيق وتغيير حجم وأنواع الخطوط. الآن لنفترض أن بدنا نغير حجم خط، نغير شكل الخط، ونغير لون الخط. بالبداية لازم بداية أنه إحنا نحدد النص أو الكلمة أو السطر اللي أنت بدك تغير له التنسيق تبعه. لنفترض أنه بدنا اللي هو الكلمة والتواصل، بدنا نسوي عليها تعديل. أول شغلة بدنا نغير نوع الخط. النوع الخط اللي موجود عندنا نوع اسمه الأريال. الآن النوع اللي بدنا نغير عليه اللي هو التايمز نيو رومانز. بنبحث بقائمة أسماء الخطوط حتى نلاقي التايمز نيو رومان وبنضغط عليه. لاحظ الآن تغير من الأريال للتايم نيو رومان. الآن إذا بدنا نغير حجم الخط، كل ما هنالك بنروح على الخيار الأحجام اللي هو، وبنضغط على الحجم اللي بدنا اياه. لنفترض ان بدنا اياه احنا 16، نضغط على 16 بصير عندنا الحجم 16. الان لنفترض ان بدنا اللون يكون بدل ما هو اسود يكون احمر او برتقالي، نفترض برتقالي بدنا اياه. بنضغط على اللي هي الفونت كلر لون الخط، وبنختار واحد من الألوان، مجموعة ألوان موجودة عندنا، بنختار اللون اللي احنا بدنا اياه. الآن في عندنا خيارات أخرى لنفس الخط. في عندنا اللي هو غامق، نسوي الخط غامق، يمكننا نسويه مائل، كان نسويه اللي هو تحتيه خط، يمكننا نسويه اللي هو بشكل اللي هو بسموه السترايك ثرو، يكون في عندنا خط بمنتصف الكلمة، وفي عندنا اللي هو يكون في عندنا حرف صغير بالأسفل، حرف صغير بالأعلى، وأيضا في عندنا اللي هو هون حالة الأحرف، حالة الأحرف، حالة الأحرف. في عندنا sentence case، lower case، upper case، capitalize each word، وهاي تستخدم خصوصا في اللغة الإنجليزية. لكن نيجي على اللي هو الأولاني، الخيار الأولاني البولد، نكبس عليه نشوف شو بصير معنا. لاحظ عندنا تغير من الخط الرفيع للخط الغامق البولد. نعطيه كمان اللي هو الخط المائل، خيار خط المائل. لاحظ صار عندنا الكلمة مائلة. نعطيه اللي هو أندرلاين، نحط تحتيه خط. يعني طبعا تستخدم لخيارات معينة داخل النص تبعنا. إذا بدنا نحدد كلمة محددة نعطيها أهمية خاصة. في عندنا أيضا اللي هو السترايك ثرو اللي هو هاي بالشكل هذا، لما نضغط عليه رايح يعطينا اللي هو أوبشن. اللي لاحظوا عندنا كيف صار بمنتصف الكلمة، صار في عندنا خط، صار في عندنا خط. كل هاي إجراءات إحنا بنسويها مشان عملية ترتيب وتنسيق الخط اللي إحنا قاعدين بنكتب به داخل المستند تبعنا. طبعا هاي بتفيد في انه احنا نعطي تنسيق جيد ل الكتابه اللي احنا بنكتب بيها، الكتابه اللي بدنا نكتب بيها احنا. ننتقل الى موضوع جديد الان اللي هو تعيين علامات الجدول، تعيين علامات الجدول داخل الصفحه تبعتنا. إذا بتلاحظوا في أعلى الصفحة في عندنا أرقام، في عندنا أرقام بتبلش من 1 ولغاية 15 باللون الأبيض، وفي عندنا بتتابع لغاية 18 باللون الأزرق، وقبلها بداية بكون في عندنا باللون
اللي هو الأزرق برضو، اللي هو تنازلي 1 2 3 من اليسار باتجاه اليمين، تصاعدا من اليمين لليسار 1 ولغاية 15. أيضا في عندنا مسطرة ثانية موجودة على طول الصفحة، موجودة على طول الصفحة زي ما احنا شايفين، وهاي المسطرة ممكن احنا نشوفها في تحريك الزلاجة للأعلى أو الأسفل. يكون في عندنا هون اللي هو تحديد الكتابة وين بدها تكون، داخل الصفحة، داخل الصفحة. طيب خلينا نتعرف على المزاليج هاي، نتعرف على شو أسمائهن، ونتعرف شو الفائدة منهن وشو الفائدة من المسطرة الموجودة عندنا. الآن بالنظر للزاوية اليسار بالأعلى زي ما احنا شايفين عندنا هون، هاي اسمها علامة الجدولة اليسرى. علامة الجدولة اليسرى هاي بتعين موضع بدء النص، موضع بدء النص. لاحظوا عندنا بدء النص هون، لو كان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية طبعا بيختلف، بس نضغط عليها راح يعطينا خط اللي هو بين لنا وين البداية وين النهاية. في عندنا أيضا هون اللي هو بين لنا بداية كتابة داخل المستند تبعنا، يعني وين بدنا نبدأ إحنا نكتب. الآن لو سحبناها مع بعضهن البعض، لاحظ عندنا النص كله رايح ياخذ وين احنا بنكون مأشرين، رايح ياخذ لنا النص تبعنا للطرف اليمين او الطرف اليسار. اذا احنا بنحدد من خلال اللي هو علامة الجدولة اللي هو مكان بدء الكتابة في الصفحة. في عندنا نرجع لنفس الزاوية، في عندنا رايحين نشوف بالضغط عليها، رايحين نشوف نوع اخر اسمها علامة جدولة الوسط. لاحظوا تغير الشكل تبعها، علامة جدولة الوسط. في عندنا أيضا نضغط عليها باليسار رايح تظهر عندنا علامة جديدة. العلامة الجديدة هاي بنسميها علامة جدولة يمنى، هاي بتعين لنا طرف النهاية اللي رايح يكون في الكتابة تبعتنا، اللي رايح يكون في الكتابة تبعتنا. طبعا بإمكاننا إحنا نغير المواقع هاي ونحدث عليها للصفحة اللي بنشتغل بها، لكن في عندنا بكون في عندنا ترتيب ديفولت بنسميه لأي صفحة إحنا بنفتحها بالوورد، بحيث إنه يكون هذا يكون عندنا لجميع الصفحات. الآن إذا بدنا نغير المستند اللي إحنا فاتحين له، كل ما هنالك بنغير، بنسحب بنعين بداية الفقرة اللي بدنا نغير لها، وبنحدد لها المكان اللي بدنا تبدأ به الكتابة، وأيضا المكان اللي بدنا تنتهي به الكتابة وين ممكن يكون. هاي اللي هي بنسميها علامة الجدولة لبداية النص، لوسط النص داخل الصفحة تبعتنا اللي احنا قاعدين نكتب بها. هذول اسمين، المسطرة الأفقية والمسطرة العمودية، بتحدد لنا بالبداية ونهاية النص داخل المستند اللي احنا قاعدين نكتب به. ننتقل إلى موضوع آخر جديد بعد ما احنا تعرفنا على اللي هو الجدول، وبعد ما تعرفنا كيف نغير تنسيق الخطوط، تغيير نوع الخط، تغيير حجم الخط. هذول كلهم يعني مهارات لازم نتعلمهم من خلال تطبيق فتح. واحد ندخل على اللي هو الوورد، بنكتب أي كلام داخل المستند، وبنبدأ بنطبق عليه الأشياء اللي إحنا بنعطيك إياها، عشان يصير في عندك اللي هو يعني مهارة في استخدام الوورد، مهارة في استخدام الوورد. الآن بعد ما خلصنا المواضيع هاي، ننتقل إلى هو إلى موضوع جديد. الموضوع الجديد بسولف لنا عن بعض الأدوات اللي إحنا نستخدمها
داخل الوورد، داخل الوورد بدنا نتعرف عليها. مثلا على سبيل المثال عندنا الإشارة هاي لإيش مستخدمها؟ Change Style. Change Style هاي اختيار نمط التنسيق المطلوب تطبيقه على النص المختار. يعني أنت بتختار نص معين داخل الكتابة تبعتك وبدك تختار له ستايل معين مشان يظهر به. طبعا في عندنا أكثر من خيار موجود في عندنا هون، إذا بتلاحظوا في عندنا اللي هو هذا الخيار، خيار الهيدينج 1. لاحظ شو قاعد بصير على الكتابة اللي إحنا اخترناها. لاحظ لما نختار هيدينج 2، هيدينج 3، تايتل يعني عنوان، إنه يكون عندنا هيدينج 5، أو إنه إحنا نضغط على السهم الصغير اللي موجود بالزاوية هون. من خلال السهم هال إحنا بإمكاننا نختار أكثر من تنسيق للفقرة أو الكلمة أو السطر اللي إحنا اخترناه. إذن من خلال هذا بصير في عندنا تنسيق مختلف للكلمة أو السطر أو الفقرة. بعد ما إحنا نخلص، بعد ما نختار إحنا مثلاً على سبيل المثال نوع من هاي الأنواع، نحدد اللي إحنا بدنا إياه، بإمكاننا إحنا نسوي اللي هو عملية الشو ريفيو، أو إحنا بإمكاننا نختار من اللي هو الخيارات. من الخيارات بإمكاننا إحنا نعدل على السيتنج اللي هي الإعدادات لكل أوبشن، لكل خيار من الخيارات الموجودة عندنا. طبعا شو التغيير اللي بصير عندنا؟ بصير عندنا التغيير في نوع الخط وحجم الخط وشكل الخط اللي إحنا بنستخدمه لكل تنسيق من التنسيقات اللي موجودة عندنا هون، لكل تنسيق من التنسيقات اللي موجودة عندنا هون. أيضا من الهوم بيج رايحين نتعرف على خيارات أخرى. نعطي الأندو، تعلمنا الأندو منين؟ اللي هو العودة. في عندنا بعد ما احنا تعرفنا على اللي هو الفونت، الخيارات اللي موجودة داخل الفونت، نيجي للي هو للفقرة، للخيارات اللي موجودة داخل الباراجراف، الفقرة. الآن الخيارات اللي موجودة داخل الفقرة على سبيل المثال اللي هو المحاذاة لليسار، المحاذاة للوسط، المحاذاة لليمين، أو إنه اللي هو الجستيفاي، إنه إحنا نسوي النص متوازن مع الحدود تبعت الصفحة. في عندنا أيضا التباعد بين الأسطر، في عندنا تلوين المحتوى الفقرة كامل، في عندنا اللي هو الباتن بوردر والى اخره من الجدول اللي بيكون موجود عندنا. ايضا في عندنا السطر اللي اعلى منه، في عندنا الترقيم النقطي، الترقيم العددي والترقيم التسلسلي، في عندنا اخذ النص بداية من اليسار لليمين او من اليمين الى اليسار، في عندنا وضع اللي هو الكابشن على النص اللي احنا قاعدين نستخدمه، في عندنا ترتيب من الاي للزد. نبلش بين واحدة واحدة. الآن لنفترض أنه بدنا نأشر الخط هذا، أشر على الفقرة اللي موجودة عندنا هون. الآن الفقرة اللي موجودة عندنا هون، لاحظ عندنا الأليجانس لليمين، لنفترض أننا بدنا نأخذها للوسط. لاحظوا عندنا تغير اللي هو موازاة الفقرة هاي من اليمين إلى الوسط. نأخذها على اليسار، لاحظ عندنا صار من اليمين لليسار. الآن نرجعها لليمين.
يعني لنفترض ان بدنا نسوي عمليه جاستيفيكيشن للاسطر الموجوده عندنا، نعطيه اللي هو خيار الجاستيفاي. الان اذا بدنا نباعد المسافه بين السطر والسطر اللي بعديه، بنستخدم برضو بعد ما نحن نحدد اللي هو الفقره، بنحدد اللي هو المسافه اللي احنا بدنا اياها. واحد أو واحد ونص، واحد أو واحد ونص، واحد وربع، واحد ونص، اثنين إلى آخره. يعني بنحدد المسافة اللي بدنا إياها تكون بين الأسطر. طبعا في عندنا زي ما قلنا لكم الصفحة بكون أصلا لها ترتيب بنسميه الديفولت. الديفولت يعني أي صفحة بنفتحها بالوورد بيكون في لها الديفولت. الآن إذا بدنا نغير السيتنج للبيج اللي أو المستند اللي إحنا بنشتغل عليه، بإمكاننا نغير على سبيل المثال نسويها المسافة بين الأسطر اثنين. لاحظوا المسافة بين الأسطر زادت عندنا. الآن نتابع في عملية اللي هي الصفحة نعطيها أو الفقرة نعطيها لون مختلف عن باقي الفقرات. نختار من اللون هون، نختار اللون اللي أنت بدك إياه للفقرة على أساس تعطيها أهمية أو تميزها أو توضحها أو تبينها عن باقي الفقرات اللي موجودة داخل المستند تبعنا. الآن لنفترض أنه إحنا من الفقرات الموجودة أو الأسطر اللي موجودة عندنا بدنا نعطيها اللي هو ترقيم. الآن لازم أول شغلة نحدد شو هن الأسطر أو الفقرة اللي أنت بدك تعطيها ترقيم. بدك تحدد نوع الترقيم، هل بدك إياه نقطي؟ طبعا النقطي في عندنا برضو خيارات كثيرة، أنواع كثيرة من الترقيم النقطي. في عندنا أشياء رايح تظهر عندك جاهزة، في عندك بإمكانك أنت تغير الليست اللي موجودة عندنا، وفي بإمكانك أنت تعرف إشي جديد، نوعية جديدة باللي هو التنقيط. نفترض أننا نختار اللي هو الخيار الأول. لاحظوا عندنا صار في عندنا اللي هو أصبح عندنا تعداد نقطي بالأسلوب هذا. الآن إذا بدنا نغير للإعداد للترقيم العادي، من الترقيم بنأشر طبعا الفقرة أو السنتنس أو مجموعة الأسطر اللي بدنا إياها، وبنحدد نوع الترقيم اللي بدنا إياه. هل بدنا إياه أبجدي؟ هل بدنا إياه أرقام؟ هل الأرقام هاي بعديها قوس أو بعديها نقطة إلى آخره؟ بدنا إياها كابيتال، بدنا إياها سمول. فلاحظوا عندنا كل ما نأشر على نوع قاعد بنتقل عندنا أو بورجينا اللي هو النوع على يمين الفقرة أو اللي هو الترقيم الروماني. إذن هاي اللي هي أنواع الترقيمات اللي إحنا ممكن نستخدمها على اللي هو الفقرة أو الكتابة اللي إحنا بنخدمها اللي نكتبها. أيضا التنسيق للأعلى أو الأسفل، التنسيق لليمين أو اليسار، زيادة المسافة البادئة، زيادة المسافة ما بين الأسطر. كل هذول خيارات ممكن إحنا نعدل عليهم على الديفولت. وإذا إحنا بدنا نثبت نغير بالديفولت ونثبت يكون لكل الديكيومنتس، إحنا بإمكاننا نستخدمه بالشكل الصحيح. لغاية هون إحنا بنكون أنهينا محاضرتنا لليوم، ورايحين الآن ناخذ اللي هو الحضور والغياب للطلاب اللي موجودين معنا. في حدا عنده أي سؤال لغاية هون؟ في حدا عنده أي سؤال لغاية هون؟
عباس عندك أي سؤال؟ لا ما في سؤال دكتور. ما في سؤال؟ كويس. نعم تعال. دكتور؟ نعم. كنت أسألك سؤال بس كان المايك معلق، هسه راضي يفتح معي. تفضل. هسه أنت حكيت بالمسطرة لما نيجي نحدد عشان نزيح السطر، بزبط لو ظللنا يعني الفقرة كاملة وزحناها بزبط؟ لا، هو الأفضل تحطي الكيرسر اللي هي المؤشر، بتحطيه ببداية الفقرة اللي بدك تزيحيها بدل ما تأشر. مجرد ما حطيتها بداية الفقرة بتحركي اللي هي المسطرة من فوق لليمين أو لليسار، يعني بدك تزيديها أو بدك تنقصيها بصير، يعني ما في مشكلة. تمام دكتور. دكتور أول محاضرة نديت علي بس كنت مسكر المايك ما قدرت أرد عليك. آه ما في مشكلة. طيب عندنا باسل إيهاب موجود معنا اليوم؟ باسل إيهاب، محمد يحيى زكريا الفرة، علي الرشايدة، علي الرشايدة، الساجدة، موجودة دكتور، عرين، وسام، 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 منذر، منذر بدران، حمزة عبدو، موجود يا دكتور، منار الطويل، نعم دكتور، إسراء يوسف، نعم دكتور، محمود أمجد، محمد أحمد محمود، السيد شيرين، نعم دكتور، شهد، محمد أمين، عبد الحفيظ، ندى، دكتور، عمر رسمي، موجودة دكتور. طيب لغاية هون احنا بنكون انهينا محاضرتنا. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية.